من ناحية ثانية، حددت بلدية العاصمة العراقية بغداد مهلة 5 أيام كحد أقصى لإزالة ملصقات الحملات الدعائية للمرشحين، محذرة المخالفين من إجراءات عقابية تصل إلى حد حجب نتيجة الاقتراع عن الكيان المشارك. قطع الحديد هذه والملصقات البلاستيكية عليها شكلت على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية مادة الإعلان الأساسية لمرشحي الانتخابات العراقية، لكنها وبعد أقل من 24 ساعة على انتهاء عملية التصويت انتهى بها المطاف بأن تزال على هذا النحو. قرار إزالة اللافتات الدعائية ورفعها أخذته بلدية العاصمة بغداد، وهددت أصحابها بإجراءات عقابية في حال تخلفهم عن رفعها بأنفسهم. أمانة بغداد طالبت رسميا جميع الكيانات الرسمية برفع الكيانات السياسية برفع إعلاناتها خلال 5 أيام بعد نهاية الحملة الانتخابية، وسيرفع موقف بعد 5 أيام إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للكيان الذي لم يرفع هذه الإعلانات، وبذلك سوف تحجب النتائج عن أي كيان ما لم يلتزم أو يأخذ تأييد من أمانة بغداد أو البلديات في المحافظات يؤيد للكيان بأنه التزم بالضوابط ورفع كل إعلاناته. الانتهاكات الأمنية التي رافقت عملية الاقتراع وما صاحبها من أخطاء فنية شكلت مادة غنية لأحاديث العراقيين. كيف صارت الانتخابات الأولية لتاريخ هذا اليوم؟ أي منجزة مفاد العراق أو أي فائدة مفاد العراق؟ وذكرت المشاحنة بعضهم مع بعض وتركوا هذا البلد مهدد زين ميسف. احنا نريد اللي جينا ان شاء الله يكون خلينا ثقتنا به، بس يكون ان شاء الله جدير بهاي الثقة. احنا كنا انتخبنا وما كان عندنا انتخابات احنا قبل، هسه صار عندنا انتخابات ونتمنى يعني كل الدول الجوار تصير يعني مثلنا تعلم انتخابات تصير، ما يريد واحد يحكمنا 30 سنة أو 40 سنة، 4 سنين إذا مو زين نبدل، هسه احتمال المالكي احتمال يتبدل أو احتمال يبقى، هو رأي الشعب بعد. وكانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت عن تسمية عدد من مراكز جمع صناديق الاقتراع، وحددت مركزا رئيسيا لكل محافظة يأخذ على عاتقه جمع صناديق الاقتراع من المراكز الفرعية لترسل مجتمعة إلى المقر الرئيس في مفوضية الانتخابات ببغداد لإجراء الفرز النهائي تمهيدا لإعلان النتائج. وقد تأخذ هذه العملية بضعة أيام، وهو أمر رأى فيه عدد من المرشحين بأنه قد يفتح الباب أمام عمليات تلاعب بأصوات الناخبين. من بغداد، يوسف الحسيني، BBC.